أثابكم الله. يقول السائل: ما الدليل على تقييد تفضيل الصلاة في الحرم بالفرض دون النافلة مع إطلاق النص للفظ الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، يعني صلاة النافلة، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يعني الفريضة التي تصلى في المسجد مع الجماعة، أما النافلة الأفضل أن تصلى في البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته ولم يكن يصليها في المسجد، ما يصلي في المسجد إلا الفرائض،